ليس مطروحا على الطاولة. انت مالك؟ طب مش انك مش طيب مش انك راجل؟ مش القصه دي. مثلا انت عربي عنده شويه نخوه، عنده شويه ورق ضغط، طب بلاش دي. مش انك انسان وعنده دم؟ راعي انك بتمثل دوله كبرى في العالم العربي والاسلامي اسمها السعوديه، راعي انك بتمثل اكبر دوله عربيه اسلاميه، راعي اي شيء، راعي انك تفضل في موقف القوه ويبقى عندك أوراق تفاوض. إنما أنت فجأة كده تقول لا ده مش مطروح على الطاولة وتسبقها بضحكة غريبة جدا. يعني خيال الست اللي بتسأل كان الحقيقة أكتر أكتر إنسانية منك، فتصورت إنك أنت من رجالة العرب وفرسانهم في الحكم اللي ممكن يفكروا في كده. إنما إيه الضحكة دي؟ الضحكة دي وكأنه عايز يقول لها انت فاكرانا رجالة ولا ايه؟ ايه مدام مكبرة الموضوع ليه؟ يا فالح يا رمز لمرحلة كبيرة جدا بيشوفها العالم العربي وتوصيفها عند حضراتكم. انت مش بس محتاج تتشال من منصبك بعد تصريحك ده، انت واللي زيك، انت محتاج الحقيقة يتعمل لك اعادة فورمات مخك، اعادة تذكير لانك انت بتمثل مين وشغلتك ايه. انت محتاج درس في التاريخ عشان تعرف كيف يتعامل الرجال اللي بيمثلوا دولة قوية كبيرة في المواقف دي. ابدأ لك منين؟ ابدأ لك من السعودية. برضو وزير البترول السعودي المثقف البطل احمد زكي يماني سنة 1973 كان قاعد مع مذيعة بتسأله هتعملوا ايه لو امريكا هجمتكم لو قطعتوا البترول عنها بكل جراءة. يرد يقول لها ايه كده؟ اسمع الفيديو ده. I think we can cut down production to let's say 20%. Instead of 25% it will be 80%. You think Europe or Japan or the United States can survive with this? Maybe the United States they have their own local supply. They are in a much better position than Europe and Japan. But I don't know to what extent Europe and Japan will get together and join the Americans in any kind of measures, because your whole economy will definitely collapse all of a sudden. If the Americans are thinking of a military action, this is also another possibility, but then this is a suicide. What happens if the U.S. resorts to force and occupies the oil fields in Saudi Arabia? There are some sensitive areas in the oil fields in Saudi Arabia which will be immediately blown up. By yourself? Then, by your of people? Of course, of course. And then what will happen is Europe has to live, and Japan, of course, has to live without oil from Saudi Arabia for so many years, because it takes years to repair that. It's not an overnight business. It's not a month or two. الحقيقة محمد زكي اليماني أو يماني كان بيمثل دولة قوية، وكان يعلم أنه تعرية أي دولة من أوراق الضغط مش في صالح الدولة، حتى لو بالكلام، حتى لو بالكلام أنه هنفجر أبار البترول كلام، بس الدولة ما ينفعش تتعرى فجأة كده من ورق الضغط بتاعها. يا خالد الفالح اللي معرفش انت فالح في ايه، اتعلم من الملك فيصل الله يرحمه لما قطع البترول عن الغرب ايام حرب 73، ودعا في خطاب شهير للجهاد لتحرير المسجد الاقصى حتى لو بالكلام. اخواني ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به، فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ صحيح اللي ما بيقولهناش التاريخ ان الملك فيصل رجع فجأة البترول للغرب بقرار منفرد فجأة، ما حدش بيقول الحكاية دي، لكن هي موجودة في التاريخ.
لكن في النهاية أحسن من عرر الزمن ده اللي ما تعلموش حاجة من حكام الدول الخليجية اللي كان ليهم تضامن كبير جدا مع مصر في موقف موحد زل الغرب وأمريكا وإسرائيل لما منع عنهم البترول وحفيوا الغرب عشان نفتح أو يفتح الملك فيصل آبار البترول زي المانشيتات دي كده أهو. وقف تصدير النفط السعودي لأمريكا، ده الحياة اللندنية. السادات أعلم مسبقا والقوات السعودية تقوم بمهاجمة ناجحة في الجولان إلى آخره. هتلاقي ده زايد قطع البترول خطوة أولى، صدى عربي وعالمي لقرار أبو ظبي، ده الشيخ زايد رحمة الله عليه، إلى آخره. اتعلم من ده، يعني ببساطة يا خالد يا فالح، اتعلم من الشيخ زايد النهيان رحمه الله اللي قال للشيخ أحمد ياسين مصابكم مصابنا والرجولة والشهامة في دعمكم. الساعة السعيدة أن نشوف أمتنا العربية قد اجتمعت لتضع خطوط تحرير فلسطين. طالبوهم في الإعلام في الجرائد، خلوهم لعلهم يتلومون، لعلهم يلحقهم لوم. الإنسان إذا سمع صوت أخيه لازم يتحمس، صوت أخيه يتحمس للثيبة، يتحمس للعانة، يتحمس للموقف الغانم، للمعالي، للشهامة. أن يسرعوا لإنقاذ القدس لأن القدس في خطر والأقصى معرض للهدم، والصهيونية تريد أن تهدم الأقصى وتفتح تحت الأنفاق ليهد لينا. يا خالد يا فالح، اتعلم من عبد الناصر اللي تعرض عليه يرجعوا له سيناء بعد 73 مقابل التخلي عن فلسطين ودعم حركات التحرر العربية فرفض. مش هو مسألة جلاء إسرائيل عن سيناء وحدها؟ يمكن لو كانت دي هي المسألة الحصول عليها بكرة بتنازلات. أنا بقول المثقفين بيفكروا ما ينفعلوش. أنا بقول لو العملية سينا بس، عايز برضو تفهموا كلامي، لو العملية سينا بس سهل. العملية مصيرنا، مصير العرب، علشان لو كنا عايزين نسترد سينا ممكن بتنازلات، بنقبل شروط أمريكا وشروط إسرائيل، نتخلى عن الالتزام العربي ونترك لإسرائيل اليد الطولة في لودز والضفة الغربية وأي بلد عربي ويحققوا حلمهم. ده كان موقف عبد الناصر. على فكرة السادات كان موقفه كده في بداية كلام والمعاهدة السلام، كان في كلام إن السادات يتخلى عن القصة دي، ولكن السادات طلب من الأمريكان وضع موضوع فلسطين في الحدوتة بتاعت المفاوضات. حتى القذافي، معمر القذافي، كان فاتح خزائنه لدعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح. ده تاريخ الحقيقة ما نقدرش نغيره، وده درس لخالد الفالح عن تاريخ القصة دي. الأخ خالد الفاتح علينا نتعلم من هواري بوميديان الرجولة والجدعانة لما وقف يستنكر موقف السادات من معاهدة كامب ديفيد ويقول له أنت مش مخول ليك الحديث عن القضية الفلسطينية وعن الفلسطينيين اللي بيرفضوا يمدوا إيديهم في إيد إسرائيل، رغم أن في الوقت ده كان في فلسطينيين فعلا بدأوا اتصالات من سنة 70 مع إسرائيل.